في آية ذكر سيد قطب نسيناها، استدل بها على حرية الاعتقاد، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما في أحد من أهل التفسير المعتبرين قال إن الآية دي دليل على حرية الاعتقاد أبدا، وإنما المعنى الصحيح عند المفسرين هو الآتي: هذه الآية قال الطبري هي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان الكافرين والمشركين، كان حريص جدا، فربنا سبحانه وتعالى قال له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال ابن كثير، فسرها ابن كثير بالهداية القلبية التي لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر ابن عباس قوله الناس في قوله تعالى أفأنت تكره الناس، قال الناس المقصود به أبو طالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلامه، والقصة عندكم مشهورة، مشلوع عند الموت ولا يا عما قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فالآية معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يكره قلوب الناس على الإيمان، ولكنه يملك أن يهديهم هداية البيان لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه المعاني التي ذكرت، وما في أي معنى ذكر أنه هي دعوة للكفر أو لحرية شنو يا جماعة؟ الاعتقاد.